السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ منين ايه؟ معاك احمد كامل من وورلد اوتو مع حضراتكم في فيديو جديد عندنا على القناه. والمره دي معانا عربيه مستعمله، والعربيه المستعمله ديت هتبقى معروضه للبيع. ارقام التليفونات وارقام صاحب العربيه هتكون موجوده تحت في اول كومنت، وهتكون موجوده تحت في الديسكربشن. طبعا العربيه ديت عربيه لانسر بوما مانوال موديل 2007. كل التفاصيل الصغيره والكبيره موجوده في العربيه هنقولها لحضراتكم. اي حاجه او اي عيب موجود في العربيه هنقول مميزاتها وعيوبها، هنقول كل اللي فيها لحضراتكم، عشان حضراتكم قبل ما تيجوا وقبل ما تكلموا صاحب العربيه تبقوا عارفين كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه اللانسر. ولو حد من حضراتكم عنده عربيه وعايز يعرضها برضو للبيع يكلمنا او يتواصل معانا، وهنيجي نصور العربيه ونعرضها للبيع. انزل بقى بسرعه من الشركه الجميل بتاعنا وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو وبيج فيسبوك. هنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن، بيبقى عليها ابديت بقى اسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. تابعونا. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود في العربيه اللانسر البوما، واول حاجه كده عايز اقولها لحضراتكم ان العربيه ديت موديل 2007 زي ما قلت لحضراتكم في المقدمه، وطبيعي موديل 2007 شوف بقى لها كام سنه على وش الدنيا، العربيه رشه كلها، رشه نظافه. طب انت لو جيت ومعاك قلم، القلم ده انا مش بقتنع بيه اول حاجه، انا ما بقتنعش بشغل الاقلام. انت عايز حاجه تجيب معاك اللي هو الترمومتر، هو اللي بيقول لك العربيه رشه ولا مش رشه. العربيه دي رشه على اللحم، يعني انت لو معاك قلم وقعدت تكتك كده على العربيه كلها اقول لك العربيه فابريكا. العربيه دي رشه على اللحم، لو جيت اي حاجه وبالقلم هيقول لك ان العربيه فابريكا. العربيه طبعا زي ما قلت لحضراتكم هي رشه كلها. تاني حاجه طبعا الفوانيس كلها بتيجي معاك زي ما حضراتكم عارفين، بتيجي معاك هالوجين. العربيه زي ما انتم شايفين حالها بسم الله ما شاء الله عليها كويسه جدا جدا. الكاوتش بتاع العربيه تعالى كده معايا وريهم الكاوتش بتاع العربيه، وعايزك تزوم عليه عشان توريهم الحاله. حتى الكاوتش بسم الله ما شاء الله ممتازه. الاوكر بتيجي معاك هنا كروم. تعالى كده عايزك تخش معاهم توريهم الصالون من جوه العربيه. تعالى. حاله العربيه بسم الله ما شاء الله ممتازه وكويسه جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. تعالى كده اوريهم الحاله من ورا. العربيه طبعا بتيجي كلها بفرش جلد. المساحات اللي موجوده في العربيه اللانسر بسم الله ما شاء الله ممتازه وكويسه جدا جدا. نفق الفتيس مش هيعيق اي شخص ثالث. العربيه عائليه بامتياز، هتاخد ثلاث اشخاص مرتاحين يقعدوا في العربيه. وريهم كده العربيه معاك من الجنب. العربيه طبعا اللانسر عربيه من العربيات الاسطوريه اللي موجوده في مصر زي ما حضراتكم كلكم عارفين. اجيب المفتاح اوري لحضراتكم الشنطه. نفتح كده معاكم، خش كده تعالى اوريهم الشنطه. المساحات طبعا اللي موجوده فيها بسم الله ما شاء الله ممتازه وكويسه جدا. تعالى اوريهم كده من جوه، نبهدل الدنيا ونبهدل العربيه للراجل عشان ورا حضراتكم. الدواخل كلها فابريكا، مفيش فيها اي حاجه في الدواخل. تعالى كده بصوا الدواخل، وريهم برضو وزوم كده وريهم كل حاجه. الدواخل اللي موجوده في العربيه كلها بسم الله ما شاء الله مفيش فيها اي حاجه، العربيه بس رشه من الخارج زي ما انا قلت لحضراتكم. الناحيه الثانيه ورا لحضراتكم الموتور بتاع العربيه. وريهم كده الموتور، الموتور بسم الله ما شاء الله عليه مفيش فيه اي حاجه. حاله الموتور زي ما حضراتكم شايفين. البطاريه طبعا زي ما انتم شايفين برضو بتيجي معاك جديده. ادور كده عايز اسمعكم صوت الموتور. هجيب كده المايك هحطه جنب المكنه عشان تسمعوا الصوت. صوت المكنه اهو زي ما حضراتكم سامعين. حاجه تانية برضو معلومه عايز اقول لحضراتكم عليها، صاحب العربيه قالها لي ان لازم لما نعرض اي حاجه عندنا على القناه لازم كل التفاصيل تبقى معروفه، وكل حضراتكم للامانه تبقى عارفين كل حاجه عن العربيه. العربيه بس فيها تريحه في الستاره مش مقصره على الشاسيه اي حاجه، هي بس فيها تريحه في الستاره من الامام. يبقى العربيه انت عندك رشه كلها وفيها تريحه في الستاره فقط لا غير. الكاوتش معاك جديد، البطاريه برضو معاك جديده. دي كل التفاصيل اللي موجوده في العربيه. عايز اوري بقى لحضراتكم الصالون الداخلي كده ونقعد نتفرج عليها. لف كده الناحيه الثانيه معايا. تعالى كده خش.
صورنا كده اهو مع حضراتكم العربيه زي ما انتم شايفين الحاله اللي موجوده عليها التابلو. التكييف طبعا اللي موجود في العربيه شغال زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. ده الراديو الكاسيت اللي موجود، وده الزرار بتاع الانتظار، وهنا الدرج اللي موجود في العربيه. والمناسبة الرخصه اللي موجوده في العربيه معاك لحد 2025، شهر 5 2025 الرخصه هتبقى معاك ساريه. طبعا ناقل الحركه، العربيه مش بتيجي اوتوماتيك، بتيجي مانوال. ديت الولاعه هنا معاك برده، مساحه تخزين، وفرامل اليد اللي موجوده معاك بتيجي طبعا كهرباء. دي كده كل التفاصيل. انا طبعا عارفكم كلكم ان انتم منتظرين السعر. نيجي بقى للجزء اللي حضراتكم كلكم منتظرينه، وهو سعر العربيه. زي ما قلت لك العربيه موديل 2007، نقل حركه مانوال من 5 سرعات، العربيه كاوتش جديد، والبطاريه العربيه فيها تريحه في الستاره ورشه خارجي. سعر العربيه بنتكلم في 285,000 جنيه. صاحب العربيه قعد تقرص عليه بس كده، قال لك قبل التفاوض البسيط. ارقام التليفونات هتبقى موجوده تحت في الديسكريبشن، ورقم التليفون هيبقى موجود برده تحت في الكومنتات، تقدروا ان انتوا تتواصلوا معاه. المعاينه هتكون ان شاء الله في التجمع الاول، ده زي ما انتوا عارفين ده اعلان مدفوع. كل التفاصيل اللي قالها صاحب العربيه طلعت وقلتها لحضراتكم. لو في اي جديد او لو في اي عربيات عندكم مستعمله حابين ان احنا نعرضها على القناه، تواصلوا معانا وهنيجي نصورها. انزل بقى بسرعه من الاشتراك الجميل بتاعنا، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورلد اوتو. بيج فيسبوك هنحط اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، ويبقى عليها ابديت بقى سعر العربيات، وبتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.